هذه الجولة من منطقة العلفون محطة ضخ البترول المحطة رقم 4 وهي التي تقوم بضخ البترول من دولة جنوب السودان وبترول السودان إلى ميناء بشاير بابور سودان مرورا بالجيلي. هذه المنطقة تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع. الآن من خلال وجود التيم الفني والمهندسين وإدارة المحطة بعد أن تم تأمين المسار وصولا إلى هذه المحطة سيقومون بتفقد هذه المحطة وإمكانية تشغيلها وعودتها إلى الخدمة، وذلك فضلا من الله تسخير قوات الدعم السريع لهذه الخدمة الوطنية. وهذا دور كبير جدا قامت به قوات الدعم السريع إنفاذا لتوجيهات السيد الغائد بالحفاظ على الموارد القومية والموارد الوطنية وحفاظا على ممتلكات الشعب السوداني. تقوم قوات الدعم السريع بدور وطني كبير جدا وهو حماية المهندسين وحماية المنطقة وحماية المحطة. هذا الأمر سنقف عليه من خلال هذه الكاميرا إلى أن نستمع إلى حديث المهندسين ليقوموا بتنوير الشعب السوداني ودولة جنوب السودان بالوضع الذي وجدوا عليه هذه المحطة وإمكانية إعادة تشغيلها. نحن شركة بشاير بايبلاين كومباني، وهي الشركة المشغلة لخطوط أنابيب البترول، وهذه الخطوط هي الخطوط الناقلة لخام دولة جنوب السودان من المنبع إلى المصب. والحمد لله يعني اليوم نحن في المحطة رقم 4، الحمد لله استلمناها من قوات الدعم السريع وتم تسليمها وهي بصورة جيدة ما شاء الله الحمد لله، وكل الأجهزة والمعدات والمواد يعني وجدت بصورة ممتازة جدا إن شاء الله. وهذه المحطة هي من المحطات المهمة لأنها هي المحطة الأم، ومنها يعني منها حيطلع يعني كل الاسبيرات وكل الورش المركزية لهذه المحطة. الحمد لله استلمنا هذه المحطة وفي معية أخواننا المهندسين، وإن شاء الله حنقوم باللي هو إعادة تشغيلها بإذن الله في الوقت القريب العاجل، وجزاكم الله خير وشكرا لكم جزيلا. بتوجيه كريم من السيد قائد قوات الدعم السريع بتسليم محطة الضخ 4 لضخ البترول جنوب السودان وبترول جمهورية السودان. المحطة كانت محروسة من قبل قوات الدعم السريع، وأكد المهندسين والفنيين وقائد المحطة سلامة المحطة من غرفة التحكم الآلي ومحطة ضخ البترول ومخازن قطع الغيار الموجودة. وبشهادة الجميع أن هذه المحطة يعني سليمة ويمكن أن تعمل في أي وقت. ونحن اليوم قمنا بتسليم المحطة رقم 4 لشركة بابكو التابعة لمجموعة بشاير للبترول. سلمناهم كامل المحطة بما فيها كل المعدات، وإن شاء الله يعني نحن جاهزين لأي خدمات تساعد في تأمين هذه المحطة الحيوية لضخ البترول لميناء بشاير. وفي النهاية نطمن أهلنا في جنوب السودان أن هذه المحطة بشهادة المهندسين والفنيين والتغييم الذي حصل أنها سليمة. بارك الله فيكم.